طبعا معاصر وزير ما وجدناش من فراغ، طبعا بسبب الحرب وضغوطات الحرب وظروف الحرب التي سببت لنا كثير من الاعاقات وكثير من المشاكل الماديه، اضطريت الى الخروج الى الاسواق المحليه والمبادره في انتاج الزيوت. طبعا وجدنا من زيت باوزير اللي هو عباره عن زيت الحلبه. بدينا فيه طبعا وشفنا فيه اقبال بقوه ما شاء الله عليه، ونسبه نسبه وجوده في الزيت والتركيبه نفسه، واستخلاص زيت طبيعي. فبدينا من هذه الخطوه. لديها العديد من المشتقات الزيتيه التي ياخذها الزبائن برضاء تام، فهي كمان تعتبر يعني نموذج للمرأة التعيزية الناجحة، وكان ذلك سببا دخولها في سوق العمل بقوة.